غادر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بحفظ الله ورعايته اليوم مطار الرئاسة في أبو ظبي، حيث كان في مقدمة مودعي جلالته صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. كما قام حضرة صاحب الجلالة بزيارة لمملكة ماليزيا الشقيقة، حيث شارك في حفل تتويج صاحب الجلالة السلطان إبراهيم ابن المغفور له السلطان إسكندر ملكا لمملكة ماليزيا، تلبية لدعوة تلقاها جلالته من جلالة السلطان إبراهيم. كما التقى جلالته بمعالي السيد أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي، واستعرض مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين المملكتين. رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحال. وكان جلالة الملك المعظم قد عاد إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته اليوم قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد زيارة التقى خلالها بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث أجرى جلالته مباحثات مع سموه تناولت العلاقات الأخوية الراسخة والأواصر التاريخية المتينة وسبل تعزيز التعاون المثمر والتنسيق المتبادل بين البلدين الشقيقين.